مكررة من العدو في شمال السودان. رئيس برضو وجه أن الشعب تستمر في الاستنفار، لازم نحن نستمر في الاستنفار. الاستنفار ده شان ما نحن ندافع عن أراضي وندافع عن مكتسبات بتاعت حرياتنا ومكتسبات الاستقلال. والاستنفار ده يشمل برضو أنه نحن الأمن الغذائي حقنا لازم الشعب تعمل بشدة، ولازم برضو الأجهزة الحكومية تستمر في شغله اليومي، المدارس تفتح والخدمات تستمر. برضو نستنفر الشباب عشان ما ينخرطوا برضو في صفوف بتاع جيش الشعب عشان ما يدافعوا عن الوطن. الرئيس برضو طلبنا عشان ما يجي وجهنا انه هسه في قرار برضو طلع من الامم المتحده، القرار اللي بيدعو الى وقف اطلاق النار وعدم الاعتداء على بين الدولتين، وانه نحن برضو مع الملتزمين مع هذا القرار بتاعت اليون، وانه نحن نشرح هذا القرار برضو للشعب، ولازم يكون في احترام لمثل هذه القرارات اللي عنده طابع دولي. ونحن شعب مش شعب معادي، نحن ما مجرمين، انما المجرمين هم في الشمال. وكما تعرف الجماهير في جمهورية جنوب السودان انه البشير مجرم ومطلوب في محكمة دولية. نحن ما متوقعين منه الخير الكثير لما تبقى من السودان. راجل عمل هروبات في كل دارفور، وعمل هروبات في جنوب كردفان وفي نيل الأزرق. نحن هنظل في دفاع عن النفس والدفاع عن الأراضي بتاعت البلد.